السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي في الله مشاركي قناة كرياتور دي سيناتور، قبل ما نبدأ هذا الفيديو كنوجه تحية خاصة للناس اللي كيديروا سبسكرايب ولايك للصفحة والدعم ديالهم، وكنتمنى لهم صحة جيدة، جزاكم الله خيرا. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد خدعة بسيطة وأي واحد يمكن يديرها للضحك والمرح فقط. الخدعة هي كالتالي، الخدعة بسيطة جدا ولا تتطلب مجهودات وتعقيدات أو مهارات خاصة. قبل ما نبدأ هذه الخدعة يجب أن نتوفر على أحد هذه البرنامجين، سنايجيت أو كامتازيا كما تشاهدون، وهما معروفين بتصوير الشاشة. هادو هما باش كتدوز هذه الخدعة. ألو، نبداو إن شاء الله. أول حاجة كنقوم بها هي نقوم بأخذ صورة شاملة لسطح المكتب كما ترون. نختار الركن ثم الركن الآخر، ثم ننتظر تظهر الصورة هي كالتالي، ثم نذهب إلى فايل سيف أز، نختار الاختيار الثاني ستاندر فورما اختيار امتدادات، ثم نذهب إلى امتدادات جي بي جي، نختار اوبسيون، نختار بروغريس يعني كاليتي، اوكي، ثم نقوم بحفظ، ثم نطفي الجهاز. وكما ترون الصورة، نقوم بالنقر على الصورة مرتين، تظهر لنا الصورة التي قمنا بأخذها. نقوم بالضغط على الزر الأيمن للفأرة، ثم نختار الاختيار الثاني ديفينيغ اون طونكو بابي بان دي بيرو. الصورة الآن عندما جاءت في سطح المكتب، كما ترون هناك ازدواجية في أيقونة المكتب كما ترون. ثم نقوم بعد ذلك بإنشاء ملف جديد سميه بيغو أو أي شئت، ثم نقوم بنسخ جميع، نقوم بوضع جميع الراكورسي هنا، ثم نقوم باختيار كوبي ونذهب إلى أحد الأماكن السهلة علينا الحصول عليها، ثم نقوم كولي كما ترون، ثم نغلق البرنامج، ثم نقوم بعمل ديليت، وكما ترون هنا الأيقونات تبدو كأنها حقيقية، وهي في، ونترك متملصين للحواسيب ولا يجدون أي شيء، وكما ترون لا يجدون شيء من الذهاب الى الزمن. وللرجوع الى كما كان عليه سابقا نقوم باختيار بيرسوناليز، ثم الذهاب الى شانجي لي زيكون دو بيرو، ثم سيليكسيوني اوكي. كما ترون عادت الصوره الى طبيعتها، ونقوم ببيرسوناليزي، ونقوم باختيار ويندوز رجوع إلى الحالة الأصلية للحاسوب. وهكذا انتهى شرحنا لهذا الفيديو إن شاء الله، ومزيدا من التألق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.